يلعب الحاجبان دورا مهما في رسم ملامح وجمال الوجه، وتنوعت الإجراءات للحصول على حاجبين مناسبين من الإجراءات العادية إلى الوشم وغيرها. من الإجراءات أيضا رسم الحواجب بالبوتوكس الذي باتت تلجأ إليه الكثير من السيدات. للمزيد حول هذه التقنية ينضم إلينا في الاستوديو طبيب التجميل دكتور نادر صحاب. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير. صباح. يعني البوتوكس صار بيرسم أي حاجة وبيعمل أي حاجة وبيحدد أيضا كثير من التفاصيل، كيف نقدر نرسم الحواجب بالبوتوكس؟ البوتوكس بيلعب دور كتير مهم برسم الحواجب، لأنه الحواجب فعلا بيلعبوا دور كتير مهم بملامح الوجه. وهون بنقدر نعرف إذا الإنسان حزين، إذا الإنسان عابس، إذا الإنسان غضبان من وراء الحواجب. صح. البوتوكس بعكس المعتقدات يلي عند العالم انه بس بينعمل لإزالة التجاعيد، لا، البوتوكس بينعمل لرسم شكل الحواجب، وبالتالي هون بنستفيد من وجود العضلات، نقدر نوقف حركة العضل بمحل معين ونخليه يشتغل بمحل آخر للحصول على رسمة حاجب نحن منكون نقيناها لهالإنسان. يعني بقول أنا شكل الحاجب لازم يكون راسه واطي وعلى الجنب عالي لحتى يعطي ارتياح بالنظرة، لأنه إذا كان الحاجب على النص مرتفع وعجواني بنزل بقى منلاقي في شكل حزن عند النظرة الإنسان. الحزينة. أيوة. بقى هون منحاول نلجأ إلى رسم الحاجب من خلال حقن البوتوكس بأماكن معينة بالعضل لتوقيف حركة العضل، وبالتالي نستفيد من حركة العضل محل ما منحقن فيه البوتوكس لأعطاء شكل معين ورسم الحاجب وإيحاء بأنه الإنسان مرتاح وعاطي جميل أكثر بالوجه. طيب دكتور، ما بيأثر على شكل العين؟ أبدا، بالعكس البوتوكس بيريح العين أكيد إذا كان موجود بأيدي أطباء مختصين بهالشي، وبالتالي هون منقدر نفتح العين بالبوتوكس منريحها، لأنه مع الوقت نحن وكل ما كبرنا مع العمر ومع التعب منلاقي العين تنزل. رخت وبتصير تنزل شوي شوي، هون مع البوتوكس منقدر نفتح الحواجب بطريقة أنه ترتاح نظرة العين، ترتاح نظرة الإنسان وتبعده عن التعب يلي بيكون مرق فيه. جميل. طب دكتور، هذا ما يأثر على التعابير مثلا حقن البوتوكس في أماكن معينة، ما يأثر على تعابير الوجه أثناء الكلام؟ أكيد بها يكون مشدود كده مشدود الوجه مثل ما بنعرف الحواجب بيعكسوا كتير حالة نفسية الإنسان. صحيح. إذا كان الإنسان زعلان منلاقي الإنسان عابس، إذا كان الإنسان مندهش منلاقي في عنا رسمة الحاجب بتصير مبرومة لفوق، إذا كان الإنسان غضبان يمكن من أكثر الأشياء اللي تحدد النفسيات أو الملامح تعابير الحواجب. يعني مجرد ما نشوف الإنسان منقدر نعرف حالته النفسية كل هي، هاي هو غضبان منلاقي في عنا زقرة الأسد أو اللاين رينكلز أو عين النمر أوقات، كل هالأشياء هن بيعكسوا حالة ونفسية الإنسان اللي هو مرق فيها. من خلال البوتوكس منقدر نتخلص من هالأشياء، وبالتالي من خلال حق البوتوكس بأماكن معينة. لكن بقول أنا عند الممثلين، عند المشاهير، عند المغنيات وقت ما بلجأ لحق البوتوكس بيختلف الأمر، لأنه هل هالممثل هو كوميدي، هل بعيش للدراما، لازم خلي عنده عبسة، لازم خلي عنده تجاعيد من فوق إلى حد ما، لازم نفتح العين تعطي جمال أكثر، هون بتختلف المتطلبات حسب المريض شو بده. طيب دكتور، يعني الآن في حال الشخص عمل بوتوكس ما يثبت له حواجبه، يصير ما في له يحركها مثلا؟ أكيد هون بيلعب دور جراح التجميل مع هالإنسان شو بيحددوا رسمة الحاجب. هل حضرتك بحاجة إنك تحرك حاجبك ولا لا؟ هل وجودك بالحياة لازم بيتطلب عليك عملك ولا اجتماعياتك إنك تكون عندك حركة، ولا الإنسان يكون مرتاح مثل ما هو؟ منفضل اليوم إنه الإنسان يظهر بحلة، انه هو منه تعبين، منه عابس، منه حزين، بالرغم مع انه يكون هو يمكن غضبان من جوا ولا زعلان، ما لازم هالشيء ينعكس على شكله الخارجي. جميل. لانه اول ما بتشوف الانسان الفيرست امبريشن انت بتقدر تحدد كيف هو جاي، لكن مع البوتوكس بنقدر نلغي
هالمليح محشوي. طب دكتور بالنسبة للناس اللي عندهم زي ما ذكرت منطقة الجفون شوية هابطة أو الحواجب نازلة، أول كانوا بيعملوا عملية شق للجفن عشان يرفعوا شوية، الآن هل ممكن أنه يحل البوتوكس كبديل لهذه العمليات الجراحية اللي تتطلب شق وعملية مثلا؟ إلى حد ما، يعني وقت ما بيكون في عنا ازدياد بجلدة الجفون العلوية تؤدي إلى هبوط بالعين، وبعض الناس بيصيروا يلجأوا لرفع الحاجب ليعوضوا عن هالتقل، وبالتالي هون بتصير تزداد التجاعيد بالجبين. هون بدي أقول أنا العلاج بيكون استئصال الجلد الزائد فوق الجفون. طب متى نعرف هل نستأصلها ولا نعمل بوتوكس؟ مين يحدد وضع الحاجب وين بيكون؟ إذا كان عالي ما بقى فينا نعلي الحواجب أكتر، وفي عنا تراكمات جلدية الأفضل استئصال الجفون. لكن ببعض الحالات حتى من دون ما يكون في عنا ازدياد بالجفون، وقت ما بنعبس نحنا منلاقي اللحم جمع فوق العين، وبالتالي خاصة عند السيدات منلاقي الميك أب دغري بيتغير. صحيح. يعني أول ما بيصير في شوية شوب مع بس تعبس شوي بتلاقي الألوان كلها فاتت ببعضها. هون منلجأ إلى حقن البوتوكس، منه بهدف إزالة التجاعيد لكن بمنع حصول العبسة، لأنه بس نعبس نحن بيسكروا عيوننا، وهيدا الشكل بيعطي تعب بالعيون. نحن بدنا نعطي إراحة للعضل، وبالتالي يكون الوجه شكله مريح أكثر. إضافة لشكل الحاجب، رسمة الحاجب بتكون تلتين الحاجب رايحين بالاتجاه الأوبليك، وبتوصل لقوس الحاجب بعدين بتروح لاترال. يعني قوس الحاجب لازم يكون على تلتين الحاجب، والتلت يكون الجانبي دنب الحاجب يكون رايح جالس. هيدا بيعطي جمال أكثر للعين. هل في فرق جالس مش نازل؟ أيوة. هل في فرق بين الحواجب الطبيعية والحواجب المرسومة في أقل من 10 دقائق أو 10 ثواني؟ الفرق بين الحواجب الطبيعية تختلف عند الناس، في ناس بيكون عندهم عوامل وراثية، العضلات كتير قوية على النص، هيدا بيعطي شكله حزين كل الوقت. وفي عالم بيكون العكس، بيكون كتير مرتفع. يلي منحاول نعمله بالبوتوكس هو إعطاء هالشكل، إنه عطول جنب العين يكون مفتوح، أفضل للسيدات لا وضع الميك أب، وللرجال وللرجال كمان أفضل إنه يكونوا مرتاحين، لكن الرجال ما عندهم مشكلة الميك أب، وبالتالي بيعطي نظرة مريحة. إضافة إلى وضع القوس عطول بتلتين الحاجب لأنه بيعطي شكل كتير مريح، وإزالة القوس بتعطي يمكن شخصية من الخيالية. جميل. الدكتور نادر صعب، شكرا لتواجدك معنا. شكرا لك. العافية.